عايزة أروح لموضوع يمكن من امبارح أو أول امبارح مساء، وهو عامل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. أشرف مروان اللي حواليه علامات ودوائر كثيرة جدا جدا جدا. معروف طبعا علاقة النسب اللي بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر. معروف كمان انه كان من الاشخاص المقربين جدا جدا، وزي ما بنقول كده يعني حاجه زي دراعه اليمين للرئيس الاسبق برضو انور السادات، وكان مسؤول عن الجاليه المصريه في بريطانيا لسنوات طويله، يمكن اظن لغايه ميعاد ما اتقتل. لان اشرف مروان ما انتحرش اكيد، يعني اشرف مروان اتقتل، اترمى من البلكونة بتاعت عمارة ستيوارت اللي موجودة في بريطانيا، نفس العمارة اللي اتقتلت منها برضو الراحلة سعاد حسني. ومش خافي على حد، ومش سر ومش معلومة سرية ان اللي انتقموا من أشرف مروان ورموه من شقته في عمارة ستيوارت هم الموساد، المخابرات الإسرائيلية كانت بتنتقم من أشرف مروان بعد كل السنين الطويلة اللي فاتت. لما جت لها الفرصة أنها تنتقم منه انتقمت منه. إحنا النهاردة 9 سبتمبر 2023، فاضل تقريبا أقل من شهر، حوالي 28 يوم على الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة. 50 سنة عدت على 6 أكتوبر، وبعد 50 سنة عدت على 6 أكتوبر ظهرت لنا كده بعض الأخبار اللي خرجت من الكيان الصهيوني ومن الجانب الصهيوني وطبعا الموساد بمعنى أصح، وهي بتتكلم إن عندنا بقى هنكشف لكم أشرف مروان، هنفضح لكم أشرف مروان. أشرف مروان ده كان جاسوس لينا وكان بيتعاون معانا وكان رجلنا في المنطقة، وإحنا هنكشف ده. ونشروا صور لي وقت التقائه بمسؤولين من داخل الكيان الصهيوني والحكومة طبعا بتاعتهم. والحقيقة لوضع واحد زي أشرف مروان صور تبدو وكأنها عادية. أنا شفت على فكرة قصة أشرف مروان دي من القصص الحقيقة اللي تابعتها كويس قوي، وحاولت أعرف تفاصيلها كتير جدا، لأن كان الموضوع بالنسبة لي كله غامض. الناس اللي كانت بتطلع وبتقول ان اشرف مروان كان جاسوس، انا افهم ان الجاسوس ده يا اما محتاج فلوس، يا اما محتاج سلطه، يا اما محتاج قوه، يا اما محتاج منصب، فبيخون بلده عشان يحصل على حاجه من الحاجات دي. لكن ده كان جوز بنت جمال عبد الناصر، كان الدراع اليمين لأنور السادات. بصوا الصورة دي، أنور السادات قاعد بيكتب وأشرف مروان واقف فوقيه. الراجل كان مسؤول عن الجالية المصرية في بريطانيا، يعني لا محتاج فلوس ولا محتاج منصب ولا محتاج شهرة ولا محتاج مكانة. إيه اللي يخليه يعمل حاجة زي كده؟ مثلا ده بس يعني خدوه مني حتى ولو تفسير ساذج. الحاجة التانية كمان، ودي يمكن من النقط المهمة جدا، قلت لكم القصة دي تابعتها قوي. في فيلم اتعمل من كام سنة كده عن أشرف مروان، كان بيتذاع على منصة نتفليكس، الفيلم اسمه الملاك أو أنجل، أظن أنه ممكن يكون لسه موجود على المنصة، بقاله يمكن 4 سنين ربما يكون لسه موجود، لأن هم كل فترة بيحذفوا الأفلام. بجد أي حد مهتم بأشرف مروان أو بالقصة بتاعته دي أنصحه أن هو يتابع فيلم الملاك أو أنجل اللي موجود على منصة نتفليكس، لأن من وجهة نظري كان منصف وقال لك أنه كان بياخد تعليمات من مصر وبيوصلها، وأن السنوات الأخيرة في حياته كان مهدد وكان بيهرب وكان بيقعد يبعت اتصالات سواء للجانب المصري أنه مش قادر وأنه خايف وأمور كتيرة جدا جدا جدا، فأنصح أن أنتوا تتابعوه. الحقيقة أشرف مروان زي ما قلت لكم الموساد نام صحي، افتكر ان بعد 50 سنة على حرب اكتوبر قرر انه يقول لك عندنا مستندات هننشرها، المستندات دي بتوضح ان اشرف مروان كان الراجل بتاعنا في مصر. والحقيقه يعني خلوني اكلمكم بصراحه، مع كل احترامي لناس كتيره واسماء كتيره وقامات كتيره جدا جدا،
يعني هو احنا طول الوقت عمالين بنقول الموساد والكذابين والموساد والكيان الصهيوني ولا للتطبيع ولا للتصالح ولا ولا ولا، ولما هم يطلعوا بعض الخطابات او بعض الاحاديث او بعض الصور اللي الحقيقه لو عرضنا لكم الصور كوميديه يعني عن شخصيه مصريه كانت مهمه وكانت مثيره للجدل، خلاص ننسى كل حاجه واه والموساد هو اللي صح والموساد كلامه صحيح. فالحقيقه في بعض الناس مع كامل احترامي ليهم تبنيهم للخطاب الصهيوني انا مستغربه بصراحه، تبنيهم للخطاب المسادي الاستخباراتي الإسرائيلي أنا مستغربة جدا جدا جدا. يعني قبل الحلقة ما تبدأ بشوية بقول أنا مستغربة هم طالعين دلوقتي يقولوا الكلام ده ليه، ده أشرف مروان مات وشبع موت، قال لي لا اتقتل وشبع قتل بالظبط. أول لما أشرف مروان اتقتل كل الدنيا قالت ده الموساد اللي قتلينه، ده إسرائيل بتنتقم من أشرف مروان عشان المعلومات المغلوطة اللي كان بيديها له. النهاردة ليه؟ ليه طالعين نقول لأ وشفته وسمعته وغريبة؟ محدش جه في باله إن مثلا الكيان الصهيوني بعد كل السنين دي ما زال بيتابع معانا نفس اللعبة القذرة، وهي الضغط علينا والتشكيك في كل الناس اللي حوالينا، وان المؤسسة العسكرية اللي ليها كل الاحترام والتقدير مننا هي كمان مخترقة. ده انت لو ركزت في اللي بيكتبوه هتلاقي انت قاعد بقى فين، في وسط شوية جواسيس، ده كل مصر ايديهم اليمين والشمال. فالحقيقة يعني عايزه اقول لكم بس ان خلوني اقول لكم بالظبط، لان احنا الحقيقه النهارده معانا وثيقه، الوثيقه دي بتبين ان اشرف مروان كان في اسرائيل بالامر المباشر من انور السادات، والكلام ده طلع مبارك وقال وهنجيبه لكم معانا بعد شويه. يعني الاول في تحديدا كان في 4 اكتوبر، تاريخ 4 اكتوبر كان خطاب كان اتسرب الحقيقه او موجود دلوقتي في وثائق اظن يمكن ويكليكس او حاجه، خطاب مسرب كشف ان مصر هي اللي ارسلت اشرف مروان من خلال بعثه، الكلام ده كان سنه 73، بعثه اعلاميه بقياده اشرف مروان، الهدف منها الهدف من البعثه دي هو اني تنظيم عده اجتماعات في لندن وباريس وروما بحيث ان هم يروحوا وينددوا يعني باعمال الاحتلال الاسرائيلي لانه ما بيمتثلش للقرارات اللي بتقدم من مجلس الامن والامم المتحده، لكن كان في هدف اخر وهو انه يضلل الجانب الاسرائيلي. قال لك ان احنا بعتنا مروان انه يروح ويقدم معلومات مغلوطه وتفضل يعني الموضوع كله في اطار السريه، يفهم الصهاينه ان لا ده مصر مش مستعده للحرب دلوقتي خالص، يسيبهم عايشين في جهلهم كده تحديدا بخصوص موعد الحرب. حتى اسرائيل طبعا هي ما كانتش قاعده مستنيه بس اشرف مروان انه يجيب لها الاخبار، لكن هم عارفين مين اشرف مروان، مين مراته، هو بيشتغل مع مين، هو الدراع اليمين لمين. فلما جت لهم معلومات من مصادر تانية طبعا، والمصادر دي كانت بتؤكد ان مصر وسوريا بيخططوا للحرب، مروان كذب الكلام ده تماما وقال لهم لا ده القيادات السياسية دلوقتي مرنة جدا بخصوص المطالب بتاعت ان هم بقى يقللوا الجيش ويقللوا حجمه ويصرحوا شوية من الجنود يصرحوهم لان عندنا ازمة اقتصادية. وده كان جزء من الرسالة اللي طول الوقت بتكررها الإدارة المصرية إن إحنا مش قادرين على الحرب في الوقت الحالي، ولأن الخبر والمعلومة دي جت من أشرف مروان اللي هو بالنسبة لهم وشايفين وضعه ومكانه مصدر ثقة، فكان لازم يتصدق، كان لازم يتصدق. جات لهم معلومات بتقول لهم في حرب، لكن أشرف مروان قال لهم مفيش حرب والحرب لسه، فبناء عليها صدقوا مروان وكذبوا الأخبار الأخرى. دي بقى الوثيقة اللي أنا بقول لكم عليها، الوثيقة اللي صدرت تحديدا في 4 أكتوبر، هي البعثة مبعوثة من قبل كده لكن ده الجواب اللي بعته أشرف مروان بالحبر السري زي كده، إيه رأفت الهجان وجمعة الشوان، حبر سري، رسالة تبقى مكتوبة على الآلة الكاتبة بصورة عادية جدا لكن فيما بينها بين السطور ما هو مكتوب بخط أشرف مروان، بخط أشرف مروان. يعني الرسالة مبعوثة للسيد فوزي عبد الحافظ مدير مكتب الرئيس، أنا هقرأ لكم الرسالة، نص الرسالة الأصلي والرسالة اللي هي مشفرة واللي كانت مكتوبة بالحبر السر.
تحية طيبة وبعد. في إطار جولة المباحثات في عدد من المدن الأوروبية، لندن وباريس وروما، أبلغ سيادتكم أن البعثة قد وصلت إلى العاصمة البريطانية لندن بسلامة الله، وقد تم عقد اللقاء الأول مع عدد من نواب مجلس العموم البريطاني، وجاء اللقاء مثمرا، فقد تم الإشارة إلى تلك الممارسات الغير قانونية للعدو الإسرائيلي في حق الأمة العربية، وعدم الانصياع لقرارات الأمم المتحدة. وفي ذات السياق سيتم ترتيب عدد من اللقاءات الأخرى سيتم إبلاغ سيادتكم بها في حينه، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير أشرف مروان. رسالة على الآلة الكاتبة مبعوثة من مبعوث من مصر من مكتب رئيس الجمهورية، بيعمل لقاءات عشان بيرتب بعض المقابلات والتنديد بأفعال الكيان الصهيوني، وده كان الرد. تعال بقى شوف اللي بالحبر السر، وهحاول أفك الطلاسم الحقيقة لأن الخط يعني مش أحسن أحواله، اللي هو المعمول عليه بالحبر ده. حدثت زعير العزار وتم التأكد من أن المنبع قد أبلغهم، يعني في وسيط كمان، في وسيط في النص، المنبع قد أبلغهم أن مصر وسوريا بصدد الحرب خلال شهر، فنفيت الأمر واستعنت بأدلة انصياع تجاه مصر للحالة الاقتصادية وتسريح أفراد الجيش، وأبلغني زعير أن لقائي القادم سيكون مع مائير في روما، شكرا على عملية الطائرة بحسب نطاق الأمان. الحقيقة بقى مش قادرة، يعني حاولت جاهدة بجد أن أعرف باقي الكلام لكن ما قدرتش. فدي رسالة واضحة مبعوثة يوم 4 أكتوبر، أنا سربت المعلومة وقلت أن الحرب مش بعد شهر، مش الكلام ده مش صحيح، وأهو. فالنهاردة إسرائيل طلعة تقول لك بصوا بقى احنا بعد 50 سنة اكتشفنا ان أشرف مروان ده كان الراجل بتاعنا وهنكشفه لكم. طبعا الدكتور أيمن نور امبارح بمجرد ما وصلتنا هذه الوثيقة نشر على حسابه على تويتر وكتب وقال: خطاب مكتوب بالآلة الكاتبة يتخلله سطور بالحبر السري بخط أشرف مروان، موجه يوم 4 أكتوبر 1973 لمدير مكتب الرئيس السادات فوزي عبد الحافظ. بمحاولة قراءة العبارات المكتوبة بالحبر السري يتبين عدم دقة المزاعم الإسرائيلية حول دور أشرف مروان، حيث يبلغ مروان رئيس الجمهورية أنه أبلغ إسرائيل بالمعلومات المغلوطة والمطلوب وصولها للقيادات الإسرائيلية، ومن بينها أن السادات منفتح على فكرة تقليص عدد الجيش المصري. طبعا مفيش رد رسمي خرج من مصر على هذه المزاعم، عشان أكلمكم برضو بصراحة، يعني الحقيقة ما شفتش حد مثلا من مؤسسة الرئاسة طلع ونفى كلام الكيان الصهيوني في الهرتلة اللي طالع يقولها، لكن أتوقع رغبتهم في عدم بقى الدخول في مهاترات وهم يقولوا إحنا نرد، يعني مش ده الحقيقة الموضوع اللي يعني أنا مستغربة الصمت، لا خالص، يعني عادي ممكن موضوع ما يتردش عليه. لكن طبعا في لواءات طلعوا وردوا على الموضوع ده لأن الموضوع طبعا بيهم وبيخص المؤسسة العسكرية بشكل كبير جدا جدا، تحديدا اللي علق كان مدير الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري اللواء سمير فرج، وقال يعني أن الرد بتاعه على المزاعم دي أن طبعا مفيش تقرير نهائي حصل، وكل اللي صدر عبارة عن عناوين وبعض الصور وما فيهاش أي إدانة لأي حد، والحقيقة أن الموضوع فضفاض، وده محاولة منهم مع كل سنة بتعدي يستخدموا الحرب النفسية تجاه المصريين، لأن طبعا إحنا في 73 ضربناهم على عينهم، عشان بس يعني نكون متفقين، ضربناهم على عينهم، فهم الهزيمة مش قادرين يستوعبوها لغاية دلوقتي، مش قادرين حتى اللحظة. 50 سنة عدت وتطبيع وعلاقات رايحة وعلاقات جاية، لكن اللي اتعامل معاهم في 73 مش قادرين ان هم ينسوه ابدا ابدا ابدا. مبارك نفسه كان في واحد من الاحاديث مع حديث اعلامية وقال ان السادات قال له ان الرئيس الاسبق محمد أنور السادات قال للرئيس الأسبق
محمد حسني مبارك انه كان بيبعت اشرف مروان للاسرائيليين بمعلومات مغلوطه. الكلام ده كان في تصريحات مع التلفزيون الكويتي تقريبا مع فجر السعيد الاعلاميه الكويتيه، كان لجريده الانباء، جريدة الأنباء الكويتية، وقال لها نصا كده أن الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات قال لي أن أشرف مروان رجل الأعمال الراحل وصهر الرئيس جمال عبد الناصر كان مكلف من السادات شخصيا بإعطاء الإسرائيليين معلومات مضللة في الفترة السابقة على حرب أكتوبر 73. وكان ده الحقيقة التصريح الأول من نوعه اللي كان بيخص أشرف مروان. احنا معانا الفيديو كمان ممكن اننا نشوفه. فجر السعيد هي اللي كانت بتحكي على لقائها مع مبارك وعلى التصريحات اللي قالها مبارك في اليوم ده او في اللقاء ده. يقول ما يتداول اسرائيل ان اشرف مروان ابلغهم موعد الحرب، اقول عنه شهادة للتاريخ. السادات ابلغني بانه كان يرسل مروان للاسرائيليين ويعطيهم موضوعات مضللة. في كلام كان يطلع ان اشرف مروان اللي هو رئيس جمال عبد الناصر انه كان جاسوس اسرائيلي ضد مصر، فالرئيس مبارك في هذا الحوار اعطاه شهاده براءته من هذه الجاسوسيه استنادا على كلام للرئيس السادات. الرئيس المصري قال للرئيس حسني اني انا كنت انا يعني مقنعين اسرائيل انه هو جاسوس بينما هو كان يعمل ضد ويعطيهم موضوعات مضلله. حياة مبارك ما كانش مضطر انه يكذب ولا يقول شهادة ما حصلتش ولا وقعة ما تروتلوش، كان يقدر انه يتجاهل الامر كله، لكن اظن انه حب انه يعطي كل شخص حقه وخصوصا بعد الحادث الغامض لوفاة اشرف مروان. فجأة قرر ينتحر وينط من البلكونة، قصة ساذجة ما تدخلش في عقل طفل صغير. في كمان الدكتورة رانيا فوزي ودي متخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، الحقيقة كتبت موضوع كبير جدا لكن خلصته عشان بس احنا معانا ضيف على الهاتف. بتقول إن الموساد بيستهدف بالأساس هو توجيه عمليات نفسية موجهة طبعا لجهات معنية معينة في مصر، وده جزء من الحملات الدعائية الشعواء للتغطية على الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في حرب أكتوبر واللي تسبب في خسائر فادحة وضياع شبه جزيرة سيناء. وحتى يومنا هذا الكتب والأفلام والمسلسلات في إسرائيل شغلها الشاغل هو الفشل الاستخباراتي وتسببه في عدم الإنذار بالحرب. وبتقول طبعا اللي بيحصل ده ما هو إلا عملية نفسية بيحاولوا فيها أنك تفقد الثقة في أي قيادات أو في أي أشخاص ممكن يكونوا قاموا بدور حقيقي لبلدهم. أنا معايا الحقيقة على الهاتف الأستاذ أحمد عبد الرحمن الباحث العسكري والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ أحمد أهلا بك معنا في إيه الحكاية؟ أستاذ أحمد هل حضرتك بتسمعني؟ طيب لحين عودة الاتصال، لحين عودة الاتصال مع الأستاذ أحمد عبد الرحمن. يعني خلونا نشوف كده مجموعة من الصور تشوفوها كده وأنا معاكم لأشرف مروان. الحقيقة من مدة صغيرة جدا سمعت بعض الأصدقاء يعني الحقيقة اللي مقيمين في لندن بقالهم سنوات طويلة إن كان في مشاكل كبيرة جدا جدا بين أشرف مروان وبين محمد الفايد الله يرحمه، الله يرحمهم هم الاثنين، يعني بسبب مين اللي يكون رئيس للجالية المصرية في لندن. الصورة اللي عدت دي معلش نجيبها تاني، دي بقى الصورة اللي هي وريها لكم أول لما تظهر، اللي هي بقى الصورة اللي المفروض هو بقى ده التسريب الخطير اللي الموساد طلعته النهاردة لأشرف مروان بعد 50 سنة. مش دي طبعا صورة هو واقف كده بيسلم على حد، وإن الشخص ده بيقولك ده بقى المشغل بتاعه، ده اللي كان مجند أشرف مروان. وزي ما قال كده اللواء الأسبق، اهي الصورة، هي بقى دي الصورة كده واحد من ظهره وأشرف مروان بيضحك، هو ده بقى اللي كان مشغله، ده الشخص المعني اللي كان مجند أشرف مروان. بذمتكم بذمتكم دي حاجة تتصدق؟ وفين بقى الوثيقة اللي بده؟
وفين التسريب الخطير؟ ايه الصوره دي اصلا؟ يعني الصوره دي اصلا تمثل ايه ولا تساوي ايه؟ لكن اكاذيب، اكاذيب الصهاينه التي لا تنتهي.